مالك الخالدي على شمس فام. الحداش وثمانية وثلاثين دقيقة على شمس فام في بوان جمعيتي، البرنامج اللي يعنى بالمجتمع المدني التونسي. مرحبا بكم الناس الكل، حكينا لكم على فرص في التشغيل، تنجموا تعاودوا تدخلوا لموقع جمعيتي .org تلقاو برشا فرص، تلقاو أيضا الأنشطة اللي ممكن توفر لكم بعض فرص الشغل. وتوا وقت تقريبا أنه ناس برشا ناس وشباب يبحثوا عن شغل، وأيضا مسألة التطوع راهي حكينا فيها الحصة اللي فاتت، وأيضا مهمة راهو شاب وإلا طفل عمره 14 سنة مهم جدا أنه ينخرط في جمعية أو حتى في مبادرة راهو ترجع له الثقة في نفسه أو تزيده ثقة في روحه، راهو تعلمه برشا حاجات، ممكن تعلمه حتى اللغات، ممكن تعلمه حتى الخطابة وكيفاش يتكلم مع الناس، ويتعلم برشا مهارات اللي مش ممكن يتعلمها في الدار. راهو الانترنت صحيح تعلم ولكنها عندها جوانب خايبة، القاعدة في الدار باهية ولكن ساعات تكون خايبة وقت ينكثروا منها، ويولي الطفل وإلا الشاب مربوط بأربعة خمسة من الناس يدارين حوله، ما يعرفش ناس أخرين، ما يعرفش مهارات أخرى. اليوم ثم الكشافة التونسية، ثم المصايف والجوالين، ثم جمعيات راهي تطلب في المتطوعين وخاصة ميناء الشباب. وتو المبادرات اللي قاعدة تصير في تونس راهم أغلبيتهم ميناء الشباب. مرحبا بكم، قلكم مرة أخرى. في الحقيقة أنا نحاول البرنامج هذا، يلا غالب أنا نحس في روحي متحمس أكثر أكثر من اللازم، على خاطر نحس روحي واحد من أبناء المجتمع المدني اللي واحد ينشط من الصغرى في الجمعيات والمنظمات، يلقى روحهم بعديك في جمعيات أخرى، في فورماسيون بعديك أنه صحافي، بعديك يلقى روحه أيضا في إحدى المنظمات الوطنية. وذا هو راهو دورنا كإعلام، نحكيه على الدور التثقيفي. نمشيو الكلمة اليوم، الكلمة ليهم، نحكيه على الإخلالات وانتهاكات حقوق الإنسان في الإعلام التونسي. سعيد جدا باستقبال رامي صالحي المدير التنفيذي لأوروميد المغرب العربي. مرحبا بك سي رامي، نورتنا. مرحبا بك أستاذ مالك، ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي شمس فام. تحية لعلي والنور والجمعيتي اللي نحبهم برشا واللي تربطني بهم علاقة كبيرة ياسر، وأنا نحب نهنيكم بالبرنامج هذا، ونعتقد إن شاء الله باش يكون حقق نقلة على الأقل ولا إضافة في المشهد السمعي في البلاد. أنا ماني ديما نقول نجم، ساعات ما نجموش نغيروا 100%، ولكن حتى كي تغير 1% على الأقل غيرت وقمت بواجبك وقمت بدورك. هذا هو اليوم ما ينجم ينكر حتى حد اللي المجتمع المدني في تونس أصبح أحد الركائز نتاع الدولة المدنية في تونس، ركيزة كبيرة ما نجموش نحكيه معناها كي نشوفوا الجمعيات سواء منها التاريخية ولا جمعيات جديدة على كامل تراب الجمهورية قاعدة تساهم في بناء الديمقراطيه في بلادنا وفي بناء المؤسسات، وما نجم ينكروا حتى حد هذاك. علاش اللي قاعدين تقوموا به انتم حاجه مشكوره جدا، وان شاء الله تلقى الصدى اللي يلزمها تلقى. ندخلوا في صلب الموضوع، انتهاكات حقوق الانسان في الاعمال الرمضانيه خاصه في الوقت هذا. انتم كأوروميد شنو لاحظتوا بالضبط خلال هذه الفتره من انتهاكات لحقوق الانسان في بعض الاعمال الرمضانيه؟ ولو انه انا شخصيا لاحظت حاجات، ولكن من خلال المجتمع المدني شنو بالضبط هبط من بلاغ، شنية مواقف، ثم نشطاء عبروا عن امتعاضهم من بعض المشاهد. انتم كأوروميد شنية بالضبط المشاهد اللي جلبوا انتباهكم؟ يعني الحقيقة ما نجموش نتبعوا كل شيء، هذه حاجة أكيدة، لكن على الأقل الشيء اللي تبعناه واللي لاحظته أنا شخصيا أنه للأسف كالعادة عنا إشكال كبير في علاقة بالمرأة في تونس. معناها اليوم معناها مسألة العنف، وتقريبا وريناه مش حتى في رمضان برك، حتى قبل رمضان وخاصة قبل رمضان، ولكن يزيد يتفاقم هذايا، انه كل ما يتعلق بالعنف ضد المرأة الى امبينيتي وراء هذايا. معناها انه تقولي هذا واقعنا، صحيح هذا واقعنا، تهرب من العقاب، فلت من العقاب. معناها انه الواقع نتاعنا ودور الاعلام ودور المسلسلات ودور المنتجين والمسرحيات والمخرجين انهم ينقلوا الواقع، وهذا جزء من واقعنا وصحيح. لكن وقت نقعدوا في استاد هذاك، وقت نزيدوا نشرعوا في بعض الاحيان للافلات من العقاب، وتولي حتى قيمه اجتماعيه، تولي قيمه، معنى كيف اليوم نراو معناها بعض القيم الاجتماعيه اللي قاعده تدور في المجتمع بناء على مسلسلات، وقت يراو اولاد مفيده شنو يعمل، وقت يراو الناس اللي تبيع في المخدرات، دونك قاعدين نشرعوا قيمه جديده في المجتمع. خليني نرجع شويه برك للتاريخ، تفضل. لانه تونس الحديثه معناها كان فيها المصعد الاجتماعي يخدم بشكل مليح، يعني القضاة والمحامين والطب والمهندسين والوظيفه العموميه منين جاوا؟ جاوا من قلب الارياف، وجاوا من القرى، وجاوا من المدن، وجاوا من مختلف الفئات الاجتماعيه، لين وصلنا الى مرحله التسعينات واخر التسعينات وبدايه ظهور الطرابلسي. وقت اللي ظهروا الطرابلسيه
ظهرت قيمة، ما عادش قيمة لاسانسور سوسيال اللي يجيب العباد بالجهد وبالقراية، ظهرت قيمة جديدة اللي هي كيفاش نعمل الكسب السريع، كيفاش انه معناها الناس الكل ولاو سيدونتيفي للثراء السريع للطرابلسية داكوردو، وتنحات القيمة نتاع العمل وولات القيمة هذه أكثر. اليوم قاعدين دخلنا في مرحلة جديدة ما بعد الطرابلسية اللي هي نفس القيم، كيفاش الناس تربح الفلوس في ساعة وتاخذ الفيزيبيليتي، ولينا نمشيو نحكيو على بيع المخدرات واستهلاك الفلوس معنا بشكل سهل وغيره وكذا كذا. خليني نكون هنا نتفاعل معاك، خليني نكون لافوكادو لارتيست اليوم. يقول لك انا كيفاش باش نبدا هذا واقعنا، هذا الفنان شنيا يقول لك اليوم انا هذا الواقع نتاعنا، موجود مخدرات والعنف موجود، ولكن انا كفنان اليوم نحب نعمل الابداع ونعكس الواقع نتاعنا، كيفاش باش نعمل؟ اكيد يلزم يتطرق الى كل الظواهر هذه، لكن ديليكاتيس نتاع الفنان برا نشوفوا اكبر الافلام وغيره تنقل في تحكي حتى على دي اكبر تاجر مخدرات بابلو اسكوبار ولا الباتشينو في شوفوا كيفاش عداو معنا محلاه الفيلم، وتراش السيد هذا الشيخ في حياته وفي ذا جاد فادر، وفي الاخر كيفاش توفى كيفاش مات، معناها يعطيك انه في الاخر لا جوستيس العدالة، إما أنه الناس هذه بتشد الحبس، إما الناس هذه للأسف بتقتل ولا غير ولا تدخل في تصفية حسابات، يعني أنه هل الكرينو هذية احنا توا خمسة مواسم نستناه وقتاش أموا أنتير لكونكليزيون، وقتاش تجينا أنه راهو الاعتداء بالعنف ماهوش باهي، راهو بيع المخدرات ينجم يؤدي إلى كذا، راهو التوما وصلنا له هذية، واللي وصلنا له اللي الناس الكل يلفل سيدونتي فيه حبوا يتمثلوا روحهم، الناس الكل حتى من اللي كوب، أنت لاحظ بعد كل رمضان لي كوب نتاع الشعورات ونتاع الواحد وحتى الناس الكل تولي تتبع في الممثلين هذوما، علاش؟ على خاطر خلقنا ثقافه، وهذاك علاش راهو الاعلام والابداع بشكل عام، كي نمشيو خاطر سامحني ما نحبش نعمل كونفيزيون بين الاعلام وبين الاعمال كل ما هي دراميه ومسرحيه وسينمائيه وغير هذايا، واللي هي دورها كيف ما قلنا ما نلوموش عليهم، بالعكس ضروري انه يعكس الواقع، لكن كيف ما قلت يلزمنا في الاخر نقولوا اللي الواقع هذايا ما يعنيش انه هذيك افضل طريقه للعيش في بلادنا، وانه راهو ثم افلات من العقاب، معناها تنجم تبيع المخدرات وتشيخ وتعمل لامبورغيني والكرهبه والبي يامات والجو والدنيا الكل، وفي الاخر تلقى روحك شيء خلا، بس لا راهو ثم قانون يتنفذ في البلاد، وكيف كيف عمليه الاعتداء معناها العنف ضد المراه، رينا اللي ثم حمله كبيره، واليوم وانا نعتقد لي العشريه هذه هي عشريه المراه في تونس اللي قاعدين نخدموا عليها، ولهنا بربي سامحوني نعدي حتى خبر انه نحبوا نهنيوا الحركه الحقوقيه النسويه في بلادنا، ونهنيوا روحنا اللي نحن كشبكه اورو متوسطيه مع كل شركائنا خدمنا برشا على اتفاقيه اسطنبول لمنهضه العنف ضد كافه اشكال العنف ضد المراه، وتونس تم دعوتها يوم 24 افريل من قبل مجلس أوروبا باش تصادق على اتفاقية اسطنبول هذه، إضافة للديسبوزيتيف معناها جوريديك والأرسنال جوريديك اللي موجود عندنا معناها في علاقة بمنهضة العنف ضد المرأة، فإنه مجلس أوروبا دعا تونس رسميا اللي تونس تقدمت بطلب باش تلتحق بالاتفاقية هذه، والاتفاقية هذه اللي تقدم ضمانات كبيرة للمرأة التونسية وللفتاة التونسية في علاقة بالحد من العنف. خلينا نمشي للنور وبعد كده نتعدى لك. شفنا برشا زادة رامية صحيح العنف ضد المرأة والعنف الزوجي، أما شفنا زاد معناها تعدي على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه عن طريق باناليزاسيون والمعناها المقاطع الهزليه على الاشخاص ذوي الاعاقه، وهوني مش حتى الاشخاص في حد ذاتهم وحقهم في الحياه الكريمه وحق انه نحميهم احنا ونحميو عائلاتهم، كانت فما ريبيركوسيون على العائلات هذوما نتاعهم ديريكتومون، يعني انك اليوم انت كسوسوا المراه اللي قاعده تتضرب في دارها كي تشوف الافلات من العقاب اللي كنت تحكي فيه، ولا السيد اللي ذوي الاعاقه ولا عائلته كي يشوفوا كيفاش قاعدين يقدموا في مقاطع هزلية على الأشخاص ذوي الإعاقة. في خلينا نوضح المشهد اللي صار في سلسلة دنيا أخرى ما بين بسام الحمراوي وكريم الغربي، اللي في وقت المشهد هو في كينهم في 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 باش يعزي وشخص وقالوا إنه سبب الإعاقة هي لعنة، يعني كي يسبك واحد ويدعي عليك بشر تولي معاق ليه، معناها مش هيك ولا يعني انا نشوف حتى تقريبا قدامي القوانين الكل، الدستور التونسي من بينهم في باب الحقوق والحريات الفصل 23 تحمي الدوله كرامه الذات البشريه وحرمه الجسد، الفصل 48 تحمي الدوله الاشخاص ذوي الاعاقه من كل تمييز، حتى في كراس شروط الحصول على اجازه احداث واستغلال قناه تلفزيون خاصه في الالتزامات العامه للحاصل على الإجازة يلتزم باحترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة، حماية حقوق المسنين والمعوقين والفئات الهشة، هذا في راه باش تحصل على إجازة راهو لقناة التلفزيون الخاصة. كي نشوفوا معنا القطاع معنا الخاص ولا حتى العمومي بامبورت، معنا وقت اللي راهو اللي مشاهد من نوع هذايا قاعده تتعدى وقاعده تسيء الى فئه من التوانسه وتورا، وبعد ثم فئه من غير التوانسه ومن التوانسه زاده اللي تمست بمواقف اخرى، لهنا زاده كيف كيف وين خليني نقول
يجب الاعتذار. انا قريت حتى بعض التعليق وقريت تصريح لاحد الممثلات في السلسله هذه اللي تقول راهم الثنائي هذا تبرع بجزء من مداخيله سابقا مداخيل بعض الحفلات او بعض اللي يعملوا فيه هم اللي تورك شو ولا ايش يسميهم ولا ليش اللي شو فوالا اكزاكتومون لوين من شو جوستومون دونك قدموا جزء منهم لبعض الجمعيات اللي تعنى هذا انه جوستيفي با ما يبررش انك تجي فرضا انه نصيحه من عشان هي قالت هكاك صراحه فرضا انه نصيح هذا ما يبررش انك تنتهك كيف ما قلنا راهو الكونفينمون والحجر الصحي انعكس بشكل نفسيا على التوانسه الكل معناها اليوم كان نراو نرجع لحكايه العنف العنف الضعف بنسبه 40 الى 50% داخل المنازل بكل فئاته وخاصة ضد المرأة لكن كيف راه ثم برشا اشكاليات اخرى الراجل كي يتفرج في يتفرج في في المسلسل يقول فما كيف برشا معناها ما يحسش بالضمه يزيد يتقوى يزيد شفنا انه فما زاد في نفس السلسلة للاسف مره اخرى تهكم على لي سوبساريان وريفون في يعني مواطني افريقيا جنوب الصحراء ينساو لي نحن في الافريق ساعات نحسوا في الافريق وينساو لي احنا زاد عندنا توانسه سود بالضبط. وبالتالي لهنا هالعمليه هالطريقه الميز العنص احنا تعملنا قانون ومن المفروض انه اليوم يتقدم بهم معنا شكايه في علاقه بقانون الميز العنص اللي هنا مره اخرى راه احنا كمجتمع مدني سي مالك نحب لهنا نقول مره اخرى احنا كشبكه ورم متوسطيه كنا تقدمنا الى جانب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه واللجنه من اجل احترام الحقوق الحريات وحقوق الانسان في تونس تقدمنا بمشروع القانون هذا في علاقه بمنهضه الميز العنصري وبعد تقريبا سنتين من الاخذ والرد مع اللجان ومع مجلس نواب الشعب ومع الحكومه وتم اعتماد القانون هذا السنه الفارطه واحنا فخورين جدا اللي شاركنا فيه بشكل متقدم وقمنا بالصياغه نتاع القانون هذا من اجل حمايه حقوق معنا وكل الانتهاكات ضد معنا المساله خلينا نرجع لك باش نحكيوا بالفصول القانونيه حتى في كراس شروط الحصول على اجازه احداث واستغلال قناه تلفزيونيه خاصه ثم من بين الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية يلتزم الشخص بطبيعة الحال اللي باش يبعث قناة خاصة بعدم بث كل خطاب يحرض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف لأسباب عنصرية أو عرقية أو خلقية أو جينية أو جنسية أو جهوية أو على أساس الرأي. كيف قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يعاقب بالسجن كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكراهية. القوانين موجودة أو مصادق عليها. إذاك علاش أنا سعيد جدا باستقبال سي هشام سنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمع والبصر. سي هشام مرحبا بك. مرحبا بك وبضيوفك الكرام. سي هشام كهيئة اتصال سمعي البصري رصدتوا بعض الإخالات اللي قاعدة تصير في الأعمال الرمضانية اللي قاعدة تتبث حاليا؟ هو مع الأسف في كل أعمال رمضانية فما بعض الإخالات فما المرصد قاعد يرصد في الإخالات هذه قاعد يقدم في تقارير بالتأكيد الهيئة باش ينظر في تقارير المرصد ويتم اتخاذ الإجراءات ولكن عندي لأنه طوال سمحني سي هشام 9 أيام إلى حد الآن في رمضان برشا يقول لك وين الهيكة ما دخلتش الهيكة يعني 9 أيام طوال 9 حلقات وتبث فيها من إخلالات يقول لك وين الهيكة ما سمعناهاش الهيكة داكور شوف الكون تقرأ فيه في كراسات الشروط وغيره هو يحكي على المضامين الصحفية تحديدا المضامين الصحفية يعني نحن ما نتعاملوش مع المضامين الدرامية أو الإبداعية أو ما إلى ذلك بنفس الطريقة وبالتالي راهو شوف زاد أنا موافق الزملاء في كل ما قيل ولكن أيضا العمل الدرامي راهو لازم وقت الشخصيات تتطور لازم الواحد ياخذ يصبر شوية ويشوف الشخصية كيفاش قاعدة تتطور باش من بعد ياخذ الإجراءات نتاعها وهذه درجة عليه الهيكل. الحاجة الأخرى إنه الأعمال هذه تكلف باهظا فهمتني وسائل الإعلام تكلفها بشكل كبير ياسر وبالتالي عدم الاستسهال في مسألة التعامل معها لأنه هي وسائل الإعلام أصلا فهمتني مأزومة ماليا كلهم وبدون استثناء وفي المدة الأخرانية كان ثم وسائل الإعلام كانت بستكر معروفة جدا يعني وتظهر للعموم على أساس أنها وسائل الإعلام يعني سائدة في الأول تحوز يعني المراتب الأولى وبالتالي نحن لا تسامح مع كل خطاب فيه كراهية أيا كانت هذه الكراهية سواء كانت عنصرية أو على أساس الجنس أو على سمحني أنتم لا تتسامح حكا
لا 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 تتسامح في الجانب هذا فماش تسامح ولكن كيف ما قلت لي بارامتر نتاع الاعمال الدراميه ما همش نتاع العمل الصحفي وراهو اذا نحن تبعنا الشكاوى اللي جاتنا يعني من نهار الاولاني نسكروا مسلسلات من نهار الاولاني من اول نهار قداش من شكوى جاتكم سي هشام سنوسي لا لا هناك يعني هذا نعتبره مؤشر ايجابي يعني الشكاوى اللي قاعده تجي بالمئات للهيكا ويتم اتخاذها وعندها أولوية في النظر ولكن زادة ثم شكاوى فهمتني كاريمون يعني الحقيقة فهمتني ضد يعني كان تبعها يعني تولي سانسور بأتم معنى الكلمة لأنه مش كان تقول تحكيه فيه أنا معاه فيما يتعلق بالمعاقين أو بالسود أو غيره أو باللهجات الجهوية وطريقة عرض هذه ثم أشياء أما ثم ناس فهمت يعني فكرة الاختلاف في حد ذاتها مرفوضة يعني يقولك لا هذا ما لازمش يقول كذكا وهذا ما لازمش يقول هكا وكأنه يعني هو اللي باش يكتب السيناريو يعني زاد أسمى حاجة في الإبداع بشكل عام وفي الأعمال الدرامية يعني السؤال الذي يطرح هو مش لماذا دائما نطرح سؤال كيف يعني أيوة. سيلو كومون ما هوش لو بوركوا لأنه كان ندخله في لماذا هذه باش نتحوله إلى جهاز متاع صنصرة من حق العمل الإبداعي أنه يتناول أي شيء يحب عليه ولكن في كيفية تناول ذلك وفي مآل ذلك التناول مع الأسف أنا نوافق هذا نحكي لهنا باسمي شخصي مش باسم الهيكا لأنه هيكا بالقرارات متاعها ولكن باسمي شخصي أنا رافض مع استسهال كبير ياسر في هذه الأعمال وراء انه زادة ثم ناس غير مؤهلي وما عندهمش تجربة قاعدين يكتبوا في سيناريوهات توفر لهم فرص بينما ثم روائيين وتوانسة وثم كتاب توانسة وثم دي سيناريست توانسة يعني حايزين على يعني جوائز دولية فهمت ومش قاعدين يشوفوا فيهم أعمالهم قاعدة قاعدين يجيبوا فيهم والحسبة محسوبة يعني أي أنا نكتب السيناريو نعمل الفكرة نعمل الحوار نعمل كذا نجيبوا جماعتنا يقعدوا واللي مقلقني برشا أنه هال سمحني في الكلمة الثقافة متاع الفرادات اللي هي قاعدة تتسرب للأعمال الدرامية والأعمال الدرامية راه يفترض أنها أعمال نابل فهمتي وبالتالي مش اللي يجي يكتب سيناريو مش اللي يجي يخرج مسلسل أنت تحط فيه المليارات تقريبا تو كنا نحكيوا قبيله شويه حتى على المشهد اللي يتعلق ب يعني مواطني افريقيا جنوب الصحراء طريقه اللبسه نتاعهم تقبل كنا نحكيوا على ناميبيا ناميبيا اللي هي الاولى افريقيا في حريه الصحافه ودول افريقيه قاعده تقدم ما زلنا عندنا نوجهوا كالنظره اللي فيها يمكن بعض الاحتقار الى مواطني الدول الافريقيه وخاصه افريقيا جنوب الصحراء وقتاش نجموا نشوفوا تقرير لايكا اللي يتحدث على مثل هذه الانتهاكات. شوف نحن في الأصل قلت ثم إحراج كبير ياسر فيما يتعلق بالأعمال الدرامية كنا في السنوات الماضية كل نعمل سهرة في رمضان في آخر رمضان سهرة التقييم الأعمال الدرامية وشكون اللي نعطيه فيها الكلمة والحقيقة كانت السهرة هذه كانت المآلات متاعها إيجابية حضرت معاكم لأنه اللي يتكلموا هم المختصين هم كتاب السيناء هم المبدعين ماهواش مثلا ماهواش هشام السنوسي ولا ماهواش واحد راصد او غيره فهمتني لا لا هذا من داخل المطبخ وكلهم قاعدين يتكلموا على الانحدار الكبير اللي صار في المسلسلات انت لاحظ حاجه ايوه انه في القناة الوطنية وصلت السناء الى المرتبة الاولى باش وصلت لها حقيقة وصلت لها بالمسلسلات القديمة يعني المسلسلات القديمة وقت اللي بدأت رجعت تبث فيهم اللي هما ومع الأسف نقولها هما مسلسلات ما قبل الثورة رجعت الناس تتفرج علاش لأنه زاد حبينا ولا كرهنا المسلسلات هذه وراها كتاب كبار وراها مبدعين وراها ومسلسلات يعتبروها كونها مسلسلات عائلية نجم تلم العائلة ونجم تفرج أنا وبابا وأمي وفيها احترام وفيها احترام لحقوق الإنسان إذا كان خاطر ما عادش مازلنا برشا وقت سي هشام نستسمحك ثماشي شكون عنده سؤال الهشام السنوسي عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ثماشي سؤال أنا مش سؤال أنا تفاعل أون فيت سي هشام عسلامة أون فيت أنتم كهيئة تعديلية من حق
رايكم انكم انتم تهبطوا توصيات وتقولوا للاعلام شنو هو ينجم يكون التعاطي نتاعهم، فما مقاربه نتاع حقوق الانسان، فما هذوما الكل اسكو قاعدين تعتمدوا فيهم في توصياتكم للمؤسسات هذه، قاعدين تلاحظوا لهم وفيرا ميزور كل ما يهبطوا، ولا تقعدوا تستناوا حتى لين اخر شهر رمضان معناها نتعباو نحنا بالراسيزم وبالدينيغراسيون وهذه الكل، ومن بعد تجيو تقولوا لنا هيا تو في اخر شهر نعملوا تقييم ونقولوا للمحسن احسنت والمخطئ اخطا. ما نستناوش منكم التفاعل هذا الكل فيما يتعلق بحقوق الانسان والتفاعل معك في الموضوع هذا يهمنا. شوف 80% والعقوبات نتاع الهيكاره يوصل مليارات، ونحن ديما ثم مفارقات، ناس تحكي على انه الهيئه كيفاش تحولت الى هيئه عقاب، وناس يحكيوا على انه الهيئه كيفاش مش قاعده تعاقب، وهذا من جزء من التفاعلات نتاع المجتمع التونسي. 80% او اكثر نتاع العقوبات اللي اصدرتها الهيئة تتعلق بقضايا حقوق الانسان، يعني نحن لم نصدر اي عقوبه فيما يتعلق مثلا بحريه التعبير او في التناول الصحفي، حتى ولو كان فيه بعض الخروقات. نحاولوا اكثر ما يمكن انه اكل الجور جورناليستيك هذاك النوبل هذاك مثلا انفستيغاسيون او غيره، نحاولوا انه نطولوا بالنا في سبيل انه نرسخوا كممارسة. ولكن ثم وضع الحقيقة في تونس اليوم، ثم وضع بالنسبة للإعلام الخاص هذايا، ثم رؤية استراتيجية بالنسبة للهيئة قاعد تطرح فيها اليوم، اللي هي صندوق الدعم تاع الوسائل الإعلام الخاصة. صندوق الدعم هذايا انه يولي ثم كما كراس شروط، انه انا مستعد اني ندخل في هالمسلسلات هذية ونساعد في صورة ما انها التزمت بالاشياء هذه، في صورة ما انها حولت روايات تونسية الى مسلسلات، في صورة ما تم اعتماد كتاب كبار او غيره. اما راهو انا معاكم تماما انه ثم خروقات، ولكن كيف ما قلت انه نحاولوا انه مش نفس التعامل مع العمل الصحفي كما التعامل مع الاعمال. شكرا. ولو انه حتى بعض راهو يتحدث حتى في اطار طول كوفيد 19 الكورونا، ثم بعض الخروقات وتتعلق بكرامه الانسان حتى في الاعمال الصحفيه، كيفاش نوريو يكون الشخص وهو يخو في الفلوس، والا كيفاش داروا كيفاش موجودين بعض الاي فات فيه الهيئه قرارات ووقفت برامج وأصدرت عقوبات مالية ضخمة. مشكور جدا هشام السنوسي، يعطيك الصحة على تدخل، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. رامي صالحي، عضو مدير تنفيذي لأوروميد المغرب العربي، مشكور على حضورك معنا. نور الكعبي، علي بوزويدة، قبل جمعة جاي جمعيتي جمعة جاي في نفس الموعد، خبلتيت شوية آخر في الأخبار. إلى